بصوا كده، انا يعني ما كملش لسه والله 5 دقايق. بصوا عامل ازاي، شايفين الغامق ده اللي حواليه؟ انا لسه ما جيتش جنبه، بس انا شايفه كده ان الستانلس ما فيهوش حاجه الحمد لله. هعمل ايه بقى، هكمل بقى تحت كده. السلام عليكم ورحمه الله، اللهم صل وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بصوا بقى، النهارده مش هنعمله اكل بردك. هنعمله ايه؟ هنعمله ايه؟ هننضف البوتاجاز. شايفين حامل الزهر ده؟ ده هيجنني، هيجنني، هيجنني بجد. يعني كل ما بنضفه بصوا، مش عارفه يعني، ما بينضفش خلاص، ثبت على الوضع ده كده. طبعا انا على طول ايديا في البوتاجاز، انا مش غسليه على فكره، يعني هو كده لسه عايز يتنضف. بس انا جبت حاجه كده هجربها معاكم، كنت قايله قبل كده ان انا هجربها، هجيب حاجه وهنشوفه كده هيعمل معانا ايه، هينضف بقى كده الحامل الزهر ده ولا لا، وهيريحنا من المعاناه بتاعته. على فكره هو اصعب حاجه في البوتاجاز الحوامل الزهر بجد، يعني مشكله جامده لان بيثبت فيها الدهون، فبتبقى صعبه مهما بتحاولي وبتنضفيه وينضف معاكي، بيرجع يتوسخ بسرعه وبرضك مش بيرجع زي الاول. هنشوفه كده بقى ايه هنعمله فيه ايه، وهنشوف ايه الحاجه اللي انا جبتها، هنجربوها مع بعض كده، ويا رب بس تكون فعلا زي ما بيقولوا بيجيب نتيجه ان شاء الله كده. خليكم معايا بقى، بس ما تنسوش كده اللي اول مره يشوفني بقى ويشوف القناه يشترك فيها بقى ويفعل الجرس ويعمل اللايك اللايك اللايك، خليكم معايا. بصوا بقى هناخدوا الحامل كده ونروحوا، يلا بينا بقى كده ايه على الرخامه دي، رخامه الحوض. ونبتدوا بقى ايه نشوف المنتج ده اللي بيقولوا عنه حلو وجميل، هنجربوه طبعا كلكم او ناس كتيره جربته وعارفاه، اسمه سيترس. هو ده متعدد الاغراض، يعني للتواليت وللمطابخ وللدهون وللسجاد. بصوا حاجات كتيره قوي ليه، فاستخداماته ياما. انا جايباه اكتر كده عشان اجرب بس ايه زي ما قلتلكوا الدهون بتاعت الحوان بتاعت الزهر دي. انا جربت صراحة الباور، بس الباور المشكلته ان هو ما ينفعش احطه على الستالستين، فانا قلت اجرب جايز ده بردك ايه يعني ينفع ده وده. حقيقة انا خايفة احطه على الستالستين يبوظه، فانا بردك هحطه هنا وهسيبه واشوفه، هجرب حتة صغيرة خالص كده ايه في البوتاجاز كده، احط رشه بسيطه على الستالستين واشوف هيعمل معانا ايه. بس انا هجربه اكتر هنا بقى، استعملوه كده. هو انا كنت جايباه ب30 جنيه، هو بيتباع بقى طبعا عند بتوع المنظفات، وهتلاقيه اكتر في كارفور وفتح الله والحتت دي، لو ما لقيتوش عند بتاع المنظفات هرشه بقى كده كله واشوف كده، اسيب واشوف ايه. انا اشيل ده كده عشان اعرف اشتغل. هو طبعا الباور تحفه بجد بردك، بس انا مشكلته ان هو مش بتاع ستانلس خالص ولا المونيوم، فاهميني؟ فانا عشان كده ايه انت جرب ده جايز ما يأثرش على الستالستين، فهجرب بس جزء بسيط في اجزاء كده موجودة في البوتاجاز عند العيون وهشوف. هركن بقى ايه، هحط بقى التاني كمان وهعمل نفس اللي انا عملته كده واركنهم واشوف هيعملوا ايه. بصوا كده انا جبت الحامل التاني اهو، وهرش بردك كده. على فكرة في منه كذا نوع، في كذا ريحة، يعني في منه بالبرتقال، انا جايباه هنا بالفاندر، في تقريبا بالياسمين، في كذا حاجة والوان ياما، وتقريبا كله نفس المادة الفعالة، يعني مفهوش اي اختلاف. لاني سألت اللي هو البياع اللي هو كان بيبيع المنظف ده، فقال لي لا هم كلهم زي بعض، بس هي تختلف في الروائح بسيطة. يعني بصوا انا حطيته اهو كده ورشيته زي ما انتم شايفين بقى، وهسيبه واشوف هيعمل ايه. انا شايفة يا دوب كده، بصوا ابتدى ينقط كده ايه حاجات غامقة منه، هنشوف يعني هيوصل لحد فين. واروح بقى على البوتاجاز كده ايه واريكم الحتت اللي انا بقول لكم عليها، او الاجزاء اللي انا بقول لكم عليها. بصوا شايفين هنا، شايفين الحتت دي كده، هعملها بيه كده واجرب، هجرب في ايه واحده الاول، اشوف كده جزء بسيط
هو كله بيقول ان هو يعني حلو وما بيعملش حاجه، هنجرب ونشوف كده هل هيأثر على لون الاستانلس بتاع البوتاجاز ولا لا. بصوا انا سايباه كده، هسيبه شويه صغيره وبعدين همسحه واشوف، لو لقيته ما عملش حاجه هكمل بقى الباقي. خليكوا بقى معايا وتابعوني ونشوف هيعمل ايه. بصوا كده انا يعني ما كملش لسه والله 5 دقايق. بصوا عامل ازاي، شايفين الغامق ده اللي حواليه، انا لسه ما جيتش جنبه بس انا شايفه كده ان الاستانلس ما فيهوش حاجه الحمد لله. هعمل ايه بقى؟ بصوا بقى انا كده ايه، همسحها كده. طبعا دي ليفة عادية ما فيهاش سلك ولا حاجة، عشان السلك بيجرح الاستانلس. انا شايفاه ايه، بصوا يعني مش محتاجة مجهود وبيطلع بسرعة. شايفين؟ بصوا شايفين الحتت اللي كانت غامقة هنا، شايفين طلعت ازاي؟ شايفين الجزء ده من الجزء ده، يعني هي كده ايه. لا صراحة جميل جدا. بصوا كده صح، ونشوف شكلها. انا والله يعني ما عملتش اي حاجة فيها، انا دوب رشيته ما عدتش يعني تقريبا كده سبته 10 دقايق. بصوا لا جميل بجد، روعة تحفة، ومش بيأثر على الاستالستين ولا حاجة اهو. بصوا يعني دي اول مرة، يعني اول مرة استعمله، اول مرة استعمله على البوتاجاز كمان، ف صراحة نتيجته جميلة جدا. بصوا شايفين عمل ايه في العين. لا نضف خالص الحتت اللي كانت هنا ما بين الحتت دي، دي طبعا هنا قريبة قوي، يعني عايزة كمان مرة تاني هتلاقيها طلعت، بس طبعا شال حاجات كتيرة كانت هنا مش بتطلع. انا حطيت على الباقي برضك اهو، شايفين اهي، مش محتاج مجهود خالص. طبعا مع التكرار اكيد لو حتى في حاجه باقيه هيطلع معانا بسرعه وبسهوله. لا فعلا منتج جميل قوي قوي، احلى حاجه فيه طبعا ان هو مش بيأثر على الاستانلس، يعني دي هي الحاجه الوحيده اللي انا خليتني اجيبه، لان انا زي ما قلت لكم انا جربت الباور في الدهون جميل جدا جدا جدا، بس هو عيبه ان هو ما ينفعش يتحط على الاستانلس وما ينفعش يتحط على الالومنيوم، بيطفي الالومنيوم وبيطفي الاستانلس. بصوا شايفين عمل ازاي، طبعا هنا الجزء ده عشان قريب قوي يعني هو ايه اهو كمان بيطلع اهو. شايفين هي كده، هي محفوره من جوه، هي مش غامقه، هي فيها تحفيره مطرح المسمار بتاع الاشعار الذاتي ده، يعني هي مش غمقان الباقي ده. لا بجد يعني منتج جميل. كمل بقى السطح كده وننزله بقى نشوف البوتاجاز من تحت شكله عامل ازاي، واوريكم كله بقى ان شاء الله ايه، بس نخلصه الاول الجزء اللي فوق ده بقى. هكمل بقى تحت كده زي ما انتوا عارفين الجزء اللي تحت ده كده بردك هظبطه كده بردك، وايه ورشه كده وننضفه سوا ونشوفه كده. والازاز ده هفكه، انا دايما بفكه كل فتره، هو بقاله فتره كده عايز يتفك بس انا كنت مطنشاه فوقته بقى جه. فيلا بينا بقى نكمله كده ايه الشغل بتاعنا، نشوفه بقى ايه المفروض بتاعه هيعمل ايه. هرش بقى كده، بصوا بيعمل ايه، شايفين بينزل ازاي باللون بتاعه الغامق. لا لا نكمله بقى مع بعض يلا. بصوا بقى وانا بجرب الجزء الصغير ده فلقيت التليفون قفل مع نفسه، هي صراحة يعني صراحة جميل جدا 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 جدا، يعني الحتة بصوا اللي انا بعملها بتبقى زي الفل كده على طول من غير ما تستخدم مجهود فيه. انا هكمل بس كل ده عشان طبعا هطول عليكم لو قعدت انضف كل ده معاكم، واوريكم بقى ايه النتيجة النهائية. طبعا لسه ما خلصتش الحتة اللي فوق دي وبقيت المروحة، واكمل بقى الاجزاء دي. خليكم معايا عشان تشوفوا شكله بعد ما خلصنا. بصوا بقى كده شايفين ده الازاز، انا حطيت عليه حبة من المنظف، انا فكيته طبعا من البوتاجاز. بصوا عايزه اوريكم تحت كده، شايفين
حركة بسيطة كده. شايفين من تحت عامل ازاي؟ شايفين اللون اللي نازل منه؟ طبعا بقى ايه، هاخده كده نضفه ونشوفه هنعمله فيه ايه كده، ونشوف شكله في الاخر. بصوا بقى كده رجعنا الازازة اهو، بعد ما حطيت عليه المادة دي او المنظف. بصوا الحتت دي طبعا اللي هي بتبقى ما بين الازاز، بين الازاز والازاز التاني، انا شايلة طبعا اللوح منهم، ده اللوح التاني. نشيت هنا المادة دي صراحة، نضف بسرعة وما بتخليكيش يعني تعملي مجهود. بصوا بقى امسحوا بقى كده ونشوفوا، شايفين انا لسه ما مسحتش الناحية التانية. طبعا الناحية التانية ما تتمسح. بصوا انا لسه ايه كده بوريكوا، بس شايفين خلاص كده خلصته، قفلته زي ما انتوا شايفين كده، قفلت المسامير بتاعت الازاز اهو، شكل الازاز شايفينه بقى عامل ازاي، زي الفل اهو، شايفين شكله. بصوا بقى جوه كمان، شايفين بقى نضف ازاي. اقرب لكم الكاميرا شويه، بص منظره، شايفين نضف ازاي، شايفين الجناب بتاعته نضفت ازاي اهو، تحت كمان نضف. هنشوفه كمان شكله من فوق عمل ازاي والحوامل بتاعته. بصوا دي كده ايه شكله من فوق، شايفين عامل ازاي ندف ازاي. صراحة منتج يعني هايل بجد، مش عايز يعني ايه اي اعتراض بجد، يعني ياريت تجربوها هيعجبكوا قوي. ودي كمان الحوامل بتاعته، طبعا هي بالنسبة اللي احنا ما خدناش وقت كتير فيها، يعني بصوا شكله، شايفين نضفت ازاي. فيعني كمان مرة تانية هيبقى، طبعا هو مش محتاج. بصوا شايفين ازاي مفيش اي دهون، يعني كده صراحة منتج جميل قوي ويستحق الصراحة التجربة. يعني اهو ستريس زي ما قلت في كذا نوع منه، هم كلهم نفس الفعالية، طبعا الحمامات والمطابخ والدهون وكل حاجة، هو بسبع، هو بيقول واحد في سبعة، يعني بينظف حاجات سبع حاجات. طبعا ورا مكتوب طبعا كل ده، على السجاد وفي المطبخ، مش عارفة عشان انا مقربة قوي اهو، وفي الحمام يزيل الرواسب والدهون واصعب البقع، يعني واحد في سبعة زي ما مش تلاتة في واحد بقى، لا ده واحد في سبعة او سبعة في واحد. فيا رب كده يجربوه وتشوفوا الفعالية بتاعته، واكون في التوكب حاجة بسيطة. واللي شاف بقى الفيديو ما ينساناش في اللايك، والاول مرة يشوف القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس. واشوفكم ان شاء الله بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.